مرة تانية قبل الفاصل سألت حضرتك ازاي الراجل يعمل توازن، وازاي يعني لما يبقى متقطع بين زوجته وبين أمه انه يقدر يعمل توازن ويدي الاتنين حقهم. رقم واحد، بننصح الاتنين ان هما يتفقوا الا يتدخل في شؤون احد مهما حصل، مهما وصلت المشاكل الى ذروتها تتحل في البيت، ما تتحلش عند طرف من الاطراف، وخاصة عند الحموات، لان المشكلة لما بتوصل عند الحما بتتضخم، تبقى مشكلة كبيرة. ممكن يستعينوا بصديق، يستعينوا بصاحب، يستعينوا بواحد صاحب فضل أو شيخ أو داعية أو حد حكم كويس يحل مشكلتهم بعيدا عن الحموات. ده رقم واحد. رقم اتنين، إن هم يكتروا الهدايا شوية، يكتروا الهدايا للأم. طبعا الهدية وربنا سبحانه وتعالى علمنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إما بلغن عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خفض جناح الذل معناه ايه؟ ان انا يعني ببالغ في التودد، كل حتى لما بتجهل عليا انا بحلم بيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيده الجهل عليه الا حلم، كل ما تحصل مشاكل كل ما اكون اكثر بالرحمه وتودد اليها واشعرها بالرحمه واشعرها ان هي كبيره واجيب لها هدايا واحسن اليها. الاحسان الى الحماه لا شك انه بيكسر سمها اذا كان لها سم، اذا كان لها سم بيكسر سمها وبيكسر شوكتها. فنبالغ في الهدايا، نبالغ في الاهتمام. المبالغه في الهدايا وفي الاهتمام والاطمئنان عليها ده بيقلل من التدخل طبعا. وبيقلل من ما يسمى السيطره. بيقلل من المشاكل يعني كتير. يعني العكس على طول، الناس يعني تعمل العكس، يعني مثلا متوقعه انها تتخانق معاها تهبش فيها، لا تجيب لها هديه، تسال عليها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد الاقع بن حابس، اول ما شافه كده قال بئس اخو العشيره، وبيزمه لانه كان منفر بطبيعته. يعني الكلام الطبيعي بتاعه منفر مزعج. تمام. فلما جلس فتودد اليه، فالصحابه استغربوا، النبي تودد اليه. هي دي طبيعته، تعامل معاه كده. احنا نتعامل مع النمط ده كده، نتودد اليه. فلما نتودد اليه فيقوم الشر خلاص ينحصر جواه وينحسر. فكثرة الهدايا والمبالغة في التودد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اعتقد ده علاج رباني للتعامل مع الحماة المسيطرة او اللي هي المزعجة. طيب اخد نادية.